ما هي خصوصية البيانات؟ يتضاعف حجم المعلومات الرقمية في العالم حاليا كل عامين، ومعظمها معلومات شخصية. نحن ننفذ أعمالنا المصرفية عبر الإنترنت، ونتواصل مع الأصدقاء عبر الإنترنت، ونستخدم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة إنترنت الأشياء، وكلها تجمع معلومات حول طريقة استخدامنا لها. ينجز الأطفال واجباتهم المنزلية على الإنترنت، كما تجرى حجوزات سفرك على الإنترنت. أنت تعمل على الإنترنت وتدرج عبر الإنترنت، وقد تستخدم حتى خدمة المواعيد على الإنترنت. إن قضايا خصوصية الإنترنت الضخمة والوتيرة التي تتغير بها تجعل من الصعب مواكبتها. هل يمثل الإنترنت تهديداً للخصوصية؟ إن البيانات تولد المال، وهذا سبب رئيسي لكون خصوصيتك على الإنترنت تحت التهديد، حيث يمكن مثلاً تحقيق أرباح كبيرة للمعلنين من عادات التصفح أو سجل البحث الخاص بك. فإذا كنت تبحث مثلاً عن شقة جديدة، فقد يرشد سجل البحث الخاص بك المعلن إلى حقيقة أنك ستغير منزلك قريباً، ومن ثم فقد حان الوقت لبدء تقديم إعلانات عن خدمات الانتقال والأثاث ومتاجر الخدمة الذاتية والتأمين على المنازل. في حين أن هذا الاستخدام لبياناتك يعد مشروعاً، ولكن البيانات الشخصية تعني المال بالنسبة للمجرمين أيضاً، حيث تباع تفاصيل بطاقات الائتمان علناً على الإنترنت. لذا إذا تمكن المخترق من الوصول بشكل غير مصرح به إلى نظام حجز شركة طيران أو قاعدة بيانات عملاء أحد مواقع التجارة الإلكترونية، فقد فازوا بالجائزة الكبرى. قد يتم استخدام أي معلومات تضعها على الويب بشكل ضار، لذلك من المهم أن تكون حذراً بشأن خصوصيتك عبر الإنترنت. دعونا نلقي نظرة على سبب أهمية الخصوصية على الإنترنت وكيفية المساعدة في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت. ما هي الخصوصية على الإنترنت وما سبب أهميتها؟ تشكل انتهاكات الخصوصية على الإنترنت مخاطر حقيقية. على سبيل المثال، يمكن مشاركة حالاتك الطبية دون موافقتك، أو يمكن إتاحة بياناتك المصرفية لجهات خارجية، أو قد تتعرض رسائل بريدك الإلكتروني للاختراق، ومن الممكن سرقة هويتك. وتوجد مخاطر بعيدة المدى أكثر مما يدرك معظم الناس بسبب ما قد يحدث لبياناتك بعد ذلك. إن تطوير البيانات الضخمة يعني أنه يمكن تحليل سجل التصفح للتوصل إلى استنتاجات قد لا ترغب في معرفتها. على سبيل المثال، قد لا تتوقع امرأة تشتري بعض العناصر مثل مكملات حمض الفوليك والمرطبات غير المعطرة أن إحدى جهات الاستشارات التسويقية تدرس عملياتها الشرائية أو سجل البحث الخاص بها، لتستنتج أنها اكتشفت للتو أنها حامل وتبدأ بتوجيه الإعلانات لها بشكل مباشر. هذا مجرد مثال واحد على كيفية تجاوز مشكلات خصوصية الإنترنت إلى أبعد بكثير وأعمق من مجرد حماية بيانات حسابك المصرفي أو حسابك على موقع التواصل الاجتماعي. عندما تزور موقعا إلكترونيا أو تقوم بتنزيل تطبيق، يتم تخزين البيانات المتعلقة بك، وربما يتم ذلك دون موافقتك وحتى دون علمك. قد ترغب أحيانا في معرفة مكان ذهاب هذه البيانات وكيفية استخدامها، أو قد تقرر أنك تريد عدم جمعها ولكن لا تستطيع. كيفية حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ فلنبدأ أولا بالاتصالات. تتمثل أحد الطرق التي يمكن من خلالها حماية خصوصيتك على الإنترنت في التأكد من تأمين اتصالاتك، سواء كنت تبحث في الويب أو ترسل بريدا إلكترونيا أو تستخدم تطبيق جي بي إس على هاتفك. فأنت في الحقيقة تتبادل البيانات مع الخادم، وتحتاج إلى حماية تلك البيانات أثناء انتقالها. تتمثل إحدى أهم الخطوات الأساسية لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت في التأكد من تأمين اتصالاتك. إذا كنت في المنزل، فتأكد من تأمين جهاز التوجيه بكلمة مرور قوية يصعب تخمينها. في الواقع، من الجيد تغيير اسم المستخدم الخاص بشبكتك المنزلية، فغالبا ما تتضمن أسماء المستخدمين اسم مزود خدمة الإنترنت أو الشركة المصنعة لجهاز التوجيه، وهذه المعلومات يمكن أن تسهل مهمة المخترق. إذا كنت تستخدم شبكة الواي فاي المنزلية، فاستخدم مصادقة WPA2 للتأكد من عدم تمكن أي شخص من التطفل على شبكتك.
الآن بعد أن أصبحت العديد من المقاهي والفنادق والأماكن العامة مزودة بخدمة إنترنت مجانية أو بخدمة واي فاي مجانية، فمن المغري تسجيل الدخول إلى الشبكة أينما كنت. لكن احترس يا عزيزي، حيث تشكل شبكات الواي فاي العامة خطرا أمنيا كبيرا، وإذ لم تحتوي على مصادقة قوية فسيكون من السهل عليك تسجيل الدخول، ولكن سيكون أيضا من السهل استهدافك بواسطة المخترق. لا تستخدم شبكات الواي فاي العامة لإنجاز المعاملات المصرفية أو غيرها من استخدامات الإنترنت الحاسة على وجه الخصوص. قد تفكر في استخدام شبكة خاصة افتراضية VPN. كيف تمنع شبكة VPN اختراق إشارة الواي فاي الخاصة بك؟ تقوم هذه الشبكة بإعداد بوابة خاصة بينك وبين الإنترنت وتشفير اتصالاتك حتى لا يتمكن أحد من رؤية ما تفعله. وعلى الرغم من استخدامك لشبكة الواي فاي عامة، تمنحك شبكة VPN نفس الأمان الذي تتمتع به على شبكتك الخاصة. وإذا أجريت أي معاملات حساسة فتأكد من أنك تتعامل مع مستعرض مؤمن ببروتوكول الـ HTTPS وليس HTTP فقط. يمكن اختراق موقع HTTP الإلكتروني الأساسي باستخدام برنامج تنصت يمكنه تسجيل أي معلومات تشاركها. يمكن أن تتكون هذه المعلومات من اسم مستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. على سبيل المثال، يستخدم بروتوكول الـ HTTPS الآمن شهادة الـ TSL والـ SSL لتشفير اتصالاتك. بلغة غير تقنية، فإنه ينشي بيئة آمنة رقمياً يمكن من خلالها أنت والمستعرض الاتصال دون أن يتنصت عليك أحد. إنها بمثابة مصافحة آمنة بينك وبين الموقع. إذا كنت تستخدم شهادة SSL فسترى قفلاً في شريط عنوان المستعرض. انظر فوق القفل إذا كنت تريد الاطلاع على تفاصيل شهادة الموقع. في الحقيقة من السهل التنصت على بعض خدمات المراسلة عبر الإنترنت. إذا كنت تستخدم فيسبوك فلن تكون رسائلك آمنة، إلا إذا كنت تستخدم وسيلة المحادثة السرية التي يتم الوصول إليها من خلال قائمة تطبيق ماسنجر الرئيسية. لا يتوفر هذا إلا إذا قمت بتسجيل الدخول على جهاز آيفون أو جهاز أندرويد وليس على جهاز كمبيوتر. أما بالنسبة لتطبيقي الواتساب والفايبر من ناحية أخرى فيتم تشفيرها تشفيرا شاملا، لذا فإنهما أكثر أمانا في الاستخدام. كيفية حماية خصوصيتك على الإنترنت من عدم التعقب؟ حتى إذا كان وصولك آمنا فقد تتتبع شركة جوجل أو أحد الكيانات الأخرى عبر الإنترنت استخدامك للويب، أو قد تتتبع شركة الإنترنت التي تزودك بالخدمة. في الواقع في كثير من البلدان يطلب من شركة الإنترنت التي تقدم لك الخدمة القيام بذلك، بحيث يمكن إتاحة سجلات البحث لأغراض إنفاذ القانون إذا لزم الأمر. لذلك عندما تفكر في كيفية حماية خصوصيتك عبر الإنترنت، يجب أن تفكر في كيفية منع متابعتك عبر الويب. تتمثل إحدى طرق إيقاف جوجل والمؤسسات الأخرى في تتبع سجل التصفح في استخدام وضع التصفح الخاص، وهو وضع التصفح الخفي إذا كنت تستخدم جوجل كروم، أو التصفح الخاص إذا كنت تستخدم فايرفوكس. أما إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر مشتركا أو تستخدم جهاز كمبيوتر شخص آخر كضيف، فإن استخدام التصفح الخاص يعني أنه لن يتم تخزين بيانات اعتماد تسجيل الدخول على الكمبيوتر، بالإضافة إلى أن صديقك لن ينتهي به الأمر بتلقي إعلانات مستهدفة مخصصة لك. كما يمكنك أيضا تنزيل ملحقات المستعرض التي ستمنع تعقبك باستخدام ملفات تعريف الارتباط، وهو ما سيوقف المواقع التي تقوم بتحميل إعلانات متطفلة ومستهدفة. أيضا كن حذر بحيث لا تستخدم سوى الإضافات الواردة من المؤسسات ذات السمعة الطيبة، فقد اشتهر القراصنة بأنهم يبتكرون برامج ضارة متنكرة كتطبيقات وإضافات لتحسين الأمان. ومع ذلك قد يظل سجل البحث الخاص بك محفوظا في خادم جوجل. يعد فهم سجل البحث واستخدامه لغرض إعلانات مخصصة لك إحدى طرق تحقيق الأرباح لدى شركة جوجل. إذا لم تكن راضيا عن ذلك وتريد تشديد إعدادات الخصوصية عبر الإنترنت، فحاول استخدام محرك بحث آخر. ومع ذلك لا يزال بإمكان مزود خدمة الإنترنت الاطلاع على نشاطك. إذا كنت تفضل عدم حدوث ذلك فعندئذ قد ترغب في استخدام VPN. لكن هل تمنع شبكة VPN اختراق اتصالاتك؟ الإجابة بكل بساطة نعم. هل ستوقف شبكة VPN أيضا اطلاع مزود خدمة الإنترنت على ما تفعله؟ الإجابة هي نعم.
إنها تستخدم نفس الأسلوب في كلتا الحالتين، حيث تكون اتصالاتك مشفرة ولا يمتلك مزود خدمة الإنترنت مفتاح التشفير، فكل ما يمكن رؤيته هو دفق من البيانات الغامضة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تتبعك من خلال ملفات تعريف الارتباط على الويب أو طرق التتبع الأخرى، لأن شبكة الفي بي إن ستخفي أيضا عنوان الآي بي الخاص بي، لذلك لا يمكن لأي شخص معرفة مصدر اتصالاتك. أخيرا، لا تنسى تسجيل الخروج من حساباتك عندما لا تستخدمها. مجرد إغلاق علامة التبويب أو حتى المتصفح ليس كافيا، حيث يتتبع موقع الفيسبوك على سبيل المثال المستخدمين حتى عندما لا يكون الموقع مفتوحا في متصفحاتهم، لإيقاف تتبعه لأماكن تواجدك وما تفعله على الإنترنت. عليك تسجيل الخروج، وأيضا من المهم أنك إذا قمت بتسجيل الدخول إلى موقع أحد البنوك أو أحد الحسابات الحساسة، فيجب عليك تسجيل الخروج بشكل صحيح. كيفية حماية خصوصيتك عبر الإنترنت؟ في اختيار ما تضعه على الإنترنت. ليس عليك وضع كل شيء على الإنترنت، قد تكون هنالك جوانب في حياتك لا تريد أن يعرف الجميع لأسباب بريئة للغاية، حيث يجد بعض الأشخاص أن أسماءهم الوسطى محرجة، أو قد تكون لديهم اهتمامات ترفيهية معينة لا يريدون مشاركتها في مكان عملهم. يمكن حماية خصوصيتك عبر الإنترنت من خلال التفكير بعناية فيما تريد وضعه على الإنترنت والأشخاص الذين تريدهم أن يتمكنوا من رؤيته. يجب أن تفكر فيما إذا كانت المعلومات الشخصية التي تضعها على مواقع التواصل الاجتماعي لها نتائج سلبية على الناحية الأمنية، لأن مشكلة أمان الإنترنت تكون أيضا مشكلات أمنية على أرض الواقع. على سبيل المثال، قد يكون إخبار الناس بأنك تقضي وقتا ممتعا في إجازتك مثلا هو أمر طبيعي تماما، لكن هذه المعلومات يفرح بها اللصوص عند اكتشافها. إذا كان أسئلة الأمان المصرفية تتضمن اسم عائلة والدتك أو سيارتك الأولى أو اسم حيوانك الأليف، فحاول إبعاد هذه المعلومات عن حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي. عليك أيضا النظر بعناية إلى المعلومات التي تتيحها منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل تلقائي، مثل موقعك والأشخاص الموجودين بصحبتك. كثيرا من الناس لا يدركون أن حقول معلوماتي تحتوي على الكثير من المعلومات التي يحتاجها المجرمون لسرقة الهوية بنجاح، أو يمكن استخدامها لتنفيذ هجمات الهندسة الاجتماعية. هل جعلت مثلا تاريخ ميلادك ظاهرا بشكل عام حتى يعرف أصدقائك موعد عيد ميلادك؟ هل تصدق أن هذه المعلومة غالبا ما يستخدمها مصرفك والحسابات الحساسة الأخرى كمعرف؟ لذلك استكشف إعدادات الخصوصية لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي لترى ما تريد أن يتمكن الناس من رؤيته فقط. إذا كنت تستخدم موقع لينكد، فقد لا تدرك أن قسم الأنشطة يتيح للجميع رؤية ما تفعله، وهذا يشمل السماح لصاحب العمل برؤية أنك تبحث عن شركات أخرى وتتابعها. فإذا كنت تبحث عن وظيفة في مكان آخر، فهذا لم يعد سرا بعد الآن. قم بإلغاء تحديد إعداد الأنشطة إذا كنت لا تريد أن يكون كل ما تفعله على لينكد عام. العديد من مستخدمي الفيسبوك المحترفين يجعلون مشاركاتهم على الأصدقاء فقط، ومع ذلك إذا قمت بتغيير إعداد أحد المنشورات إلى عام، ربما لأنك تريد مشاركة رابط أو تريد أن يتمكن أصدقائك من مشاركة هذا الرابط، فقد يتم الآن تطبيق هذا الإذن على جميع مشاركاتك المستقبلية. تحقق من أن الإعداد الافتراضي لا يزال الأصدقاء فقط. بينما نتحدث عن الأصدقاء، هل أنت متأكد من أنك تعرف كل صديق من أصدقائك على الفيسبوك؟ هل يجب أن تظل صديقا لذلك الشخص الذي التقيت به في إجازة قبل 5 سنوات ولكنك لم تراه أو تسمع عنه منذ ذلك الحين؟ يمكن تغيير إعدادات الفيسبوك لحمايتك من المخترقين الذين يرسلون طلبات صداقة مزيفة. قم بتقييد إرسال طلبات الصداقة لتصبح أصدقاء الأصدقاء لتقليل فرص استهدافك. قد لا ترغب أيضا في إتاحة عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك للعامة عبر ملفات تعريفك على مواقع التواصل الاجتماعي. حاول أن يقتصر بيانات اتصالك على الأصدقاء فقط، أو حتى اجعلها خاصة تماما. وفي الوقت نفسه، قد ترغب في إيقاف تشغيل فهرسة محركات البحث، وهذا يعني أنه إذا أجرى شخص ما بحثا عن اسمك على جوجل، فلن يتمكن من رؤية جميع مشاركاتك على الفيسبوك. في الحقيقة، لا توجد خصوصية بدون أمن.
على الرغم من أننا نركز على كيفية حماية خصوصيتك عبر الإنترنت، فمن الضروري ضمان أمنك على الإنترنت أولاً. الخصوصية والأمن على الإنترنت يسيران جنباً إلى جنب. قد تحدثنا بالفعل عن كيفية حماية اتصالاتك بالإنترنت، ولكنك تحتاج أيضاً إلى حماية الأجهزة التي تستخدمها للوصول، سواء كانت أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة كمبيوتر شخصية أو هواتف ذكية أو أجهزة لوحية. فيما يلي بعض النصائح الأمنية حول كيفية ضمان أمان أجهزتك. قم بتثبيت برامج موثوقة لمكافحة الفيروسات والبرامج الضارة. سيضمن برنامج مكافحة الاختراق حماية أجهزتك من التهديدات الشائعة مثل برامج تسجيل ضغطات لوحة المفاتيح وبرامج الفيديو وفيروسات حصان طروادة. احرص على تحديث نظام التشغيل والبرامج الأخرى بانتظام، وخصوصا عند إصدار تحديثات أمنية. غالبا ما يستخدم المخترقون الثغرات الموجودة في البرامج غير المحدثة كوسيلة للاقتحام. لا تمنحهم هذه الفرصة يا عزيزي. ملاحظة: إذا كنت تستخدم نظام التشغيل لم يعد مدعوما مثل ويندوز 7 الذي انتهى دعمه في يناير 2020، فيجب استبداله لأنه أصبح هدفا ثابتا للمخترقين. كن حذرا مما تنقر عليه. غالبا ما ينفذ القراصنة هجمات التصيد الاحتيالي عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة تدعي أنها من مصرفك أو من موقع إي بي أي أو أمازون، ولكنها تنقلك إلى موقع مختلف لسرقة بيانات اعتماد تسجيل دخولك. اقرأ عنوان البريد الإلكتروني بعناية، وإذا لم تكن تجيد اللغة الإنجليزية أو حتى المعرفة البسيطة بقواعد أمان البريد الإلكتروني فقم بحذف الرسالة نهائيا. أما إذا كنت تجيد اللغة الإنجليزية فقم بعرض مصدر صفحة ومرر مؤشر الماوس فوق الرابط لمعرفة المكان الذي ينقلك إليه. الهدف الأساسي من محاولات التصيد الاحتيالي هي حثك على النقر على أحد الروابط المؤدية إلى صورة أو خبر ما، ولكنها تؤدي إلى تحميل برامج ضارة على جهازك عند القيام بذلك. تأكد من حماية هاتفك الذكي. استخدم قفل الشاشة ورقم التعريف الشخصي لحمايته من الوصول غير المصرح به. لا تقم نهائيا بكسر الحماية أو تمكين الوصول إلى الجذر، حيث يمكن أن يوفر ذلك للمخترقين طريقة لاستبدال إعداداتك وتثبيت برامجهم الضارة. من الجيد تنزيل تطبيق يمكن أن يسمح لك بحذف جميع البيانات الموجودة على هاتفك عن بعد. حتى إذا تعرض هاتفك للسرقة فستكون بياناتك في أمان بمجرد تنشيطه. تحقق من الأذونات التي تطلبها التطبيقات عند تنزيلها. تمثل التطبيقات التي تتطلب الوصول إلى الكاميرا والميكروفون وخدمات الموقع والتقويم وجهات الاتصال وحسابات الوسائط الاجتماعية تهديدا قويا لخصوصيتك على الإنترنت. من المعروف أن لعبة بوكيمون جو طالبت بأذونات أعطتها في الواقع الحق في الإطلاع على كل شيء تقريبا في حسابك على جوجل وتعديله باستثناء كلمة المرور، وهي مشكلة تم إصلاحها بسرعة مع تحديث يحد من الأذونات المطلوبة. احذف البيانات والبرامج والحسابات التي لم تعد تستخدمها. كلما زاد عدد البرامج أو التطبيقات العامة لديك زادت فرصة الاختراق. استخدم كلمات مرور قوية لتأمين أجهزتك والوصول إلى الإنترنت وحساباتك. ستقوم أفضل برامج إدارة كلمات المرور بإنشاء كلمة مرور عشوائية تماما وقوية للغاية لكل حساب من حساباتك، ولكن مهما فعلت لا تفقد كلمة المرور الرئيسية لبرنامج إدارة كلمات المرور الخاصة بك. يمكن أن يساعد تغيير كلمات المرور كل 6 أشهر أو نحو ذلك على تقليل فرص اختراق حساباتك. قم بحماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت باستخدام المصادقة الثنائية أو ثنائية العوامل قدر الإمكان. يتيح لك ذلك تعزيز أمانك من خلال طلب نموذج ثاني للتحقق من الهوية إلى جانب كلمة المرور، مثل رمز يتم إرساله في رسالة نصية قصيرة إلى هاتفك أو بصمة إصبعك أو دونجل جهاز تأمين يمكن توصيله عبر USB. راقب خصوصيتك بحثا عن أي اختراقات. ربما تكون قد قمت بعمل جيد لحماية خصوصيتك على الإنترنت، ولكن الشركة المسؤولة عن رعاية خصوصيتك في الطرف الآخر تحتاج أيضا إلى القيام بعملها. وفي بعض الأحيان يتم اختراق الأمان الخاص بالشركة المسؤولة وتخرج بيانات العملاء الشخصية أو تتعرض للتلف. على الرغم من أن الشركة لديها خطط لإدارة الأزمات،
بشكل عام مما يمكنها من تشغيل حملة مراسلات للعملاء وضبط الأمور بشكل صحيح إذا حدث اختراق. فهنالك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لحماية نفسك بشكل جيد. أولا، تأكد من مراقبة حساباتك المالية بانتظام. عليك ملاحظة أي معاملات أو عمليات سحب غير متوقعة واستفسر عنها. فقد تكون معاملات بريئة، عمليات خصم مباشر تمت معالجتها بعد شهر من التأخير مثلا، ولكن قد تظهر أيضا أن حسابك قد تعرض لاختراق. تحقق من تقاريرك الائتمانية أيضا. إذا تم استخدام بياناتك الشخصية بغرض سرقة الهوية، فسيظهر تقريرك الائتماني إذا حاول أي شخص التقدم بطلب للحصول على سلفة ائتمانية باسمك. لن يكلفك ذلك قرشا واحدا إذا كنت ذكيا، نظرا لأن كل وكالة من وكالات الائتمان أو البنوك يجب أن تقدم لك تقريرا مجانيا كل 12 شهر. في اللحظة التي تسمع فيها عن حدوث اختراق أو تسريب للبيانات الشركة أو الخدمة التي أنت مسجل فيها، فعليك بالمبادرة بتغيير كلمة مرور هذا الحساب. قد ترغب في تغيير كلمات مرور الحسابات الأخرى أيضا، خاصة إذا كانت مماثلة لكلمة المرور المستخدمة في الحساب المخترق أو الحساب الذي حدثت له عملية التسريب. قم بتغيير أي إجابات لأسئلتك الأمنية أيضا، حتى إذا كان هذا يعني أنه يجب عليك اختلاق اسم جديد لعائلتك أو لوالدتك أو اسم جديد لحيوانك الأليف. أو استخدم مديرا آمنا لكلمات المرور ليساعدك على الاحتفاظ بكلمات مرورك في مكان واحد، بالإضافة إلى حمايتها. لا ترد على رسائل البريد الإلكتروني الواردة من إحدى الشركات التي تفيد بحدوث اختراق، وتطلب منك استخدام الرابط الموجود في الرسالة لتغيير بيانات اعتمادك أو الاتصال بأحد الأرقام. قد تكون هذه الرسائل محاولات تصيد احتيالي. بدلا من ذلك، استخدم موقع الويب الخاص بالشركة أو اتصل برقم الشركة المتوفر لديك بالفعل للتأكد مما إذا كان هنالك اختراقا بالفعل. حفظنا الله وإياكم. ختاما ونهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.